كتل الدمار في بيروت ألف حكاية ومشهد، موت وخراب وما بينهما، أصوات الأمهات الباحثات عن أبناء ما زالوا في غيهب المجهول. هنا عروس المتوسط تذرف دمعها، لا لمواجهة عجزت عن خوضها، وهي العصية على كل المحن. أم وابنتاها ورابعهم طفل هرب من قسوة الحرمان، علّه يجد في أحضان عائلته اللبنانية الجديدة رغد الحياة. لكن القدر أفسد المقايضة، لا أسرته الأولى وهي من بنغلاديش استطاعت تأمين حقوقه البسيطة، ولا الثانية كانت قادرة على توفير الأمن والسلام. شو سمعت وقت اللي صار تيتا؟ شو سمعت؟ بوم. هيدا الطفل جبته أمه وإجت راكدة فيه لعندي، ما بقدر أقول لك شو هيئته كانت، لا أكل لا شرب ولا شيء أبدا، مش مسترجي يبرم، معبط فينا معبط بأمه يعني من إيد لإيد. لم يكن ينقص بيروت الغارقة في أزماتها الاقتصادية والصحية إلا انفجارا مستهترا يحصد آمال اللبنانيين قبل أن يزهق أرواح المئات ويجرح الآلاف. ثوان قليلة كانت كافية لتحول شارع الجميزة حيث قضت فيه السيدة منتهى بخعازي سني عمرها إلى مبان محطمة وطرقات لا ينقصها إلا بضعة متارس لتكتمل صورة الحرب. ونني المسؤولين يلي عنا من كبير لصغير، ونني كل واحد قاعد ببيته مودى أولاده لبرا معيشهم، وهن قاعدين ببيوتهم الضو والمي والكهرباء وكل شيء عندهم إياه، كل شيء مأمن لهم، كل واحد عنده عربية بتسوى العالم، منين عم يجيبوهم هول؟ من مش ظهر هالشعب المعتر اللي عم يفلح كل النهار وكل الليل تطلع حق لقمة الخبز؟ كل الطرق المحاذية لموقع الحادث تشي بهول الكارثة، لا يكسر مأساوية المشهد إلا رؤية الشبان المتطوعين وهم يحملون ما تيسر من المعدات علهم يضمدون بعضا من الجروح. من بيروت، علي فرحات، RT.